زي النهارده لقيت موقع الوطن ما بيحبونيش، او في صحفي هناك مش بيحبني او حاجه، في كل شويه يقول لك ايه النهارده كاتب ايه. متصله تحرج ريام سعيد على البنت اللي كلمتني امبارح قالت لي انا زعلانه منك انك بتشربي شيشه ومش عارفه ايه. احرجتني في ايه؟ اما انا اللي طلعت على التلفزيون وقلت انا بشرب شيشه؟ هي الشيشه عيب؟ يعني وانتم معديين على الكافيهات كده ما بتلاقوش امهات واولاد وصغيرين وكل، انا ما اعرفش انها عيب يعني، انا عارف انها مضره مش حاجة عيب. فإذا كانت البنت بتكلمي تقولي أنا خايفة عليكي وزعلت وبتاع، وأنا قلت لها لا ادعي لي إن شاء الله بطل، أحرجتني في إيه؟ فين الإحراج؟ فين الإحراج إن أنا أطلع على التلفزيون أقول أنا بشرب شيشة؟ كده أنا محرجة؟ ما بأحرجش أنا خالص، يعني أيا كان اسمك إيه اللي كتبت الخبر عمري ما أحرجت الحمد لله. ما عنديش الحتة دي في شخصيتي. وأثبت لك النهاردة إن أنا يعني ما بأحرجش من حاجة خالص. مش محتاجة أثبت لك والله، هي دي طبيعتي يعني.